في سددي. هذا الرجل مسكين راهو بطل صحرتنا، بطل ما يشبهش الأبطال. سيد ما ينوضش قبل العصر، ناض يا كلب. انت يا مرتي وتعرفيني، وانا عمري ما قصرت في حق انسان. ايه حكايتك وروح بعيد. ظهر الكلب اللي جابك عندي برك. لي دينار ما عنديش، نخدم عند الناس ويدلوني به العين. تحكي ليش على همومك انت ماكش داري بيه. يسمع فيه حي الطرق طب يا اخي، هذا زين كان زين، واليوم مش مثل، اليوم مش مثل. نص مهم جدا اللي في الأساس يعالج القضية الفلسطينية. خذيت هذا النص من جانب إنساني وحاولت أني نشتغل عليه برؤية إخراجية شبابية معاصرة. احنا متحمسين، رانا في الرتوشات الأخيرة، تحضيرات إن شاء الله راح ننتقلوا للمسرح الجهوي قسنطينة، وين راح نكملوا تدريباتنا إن شاء الله قبل الذهاب إلى المهرجان. هذه الفرقة اللي إن شاء الله نتمنى لها يعني كل النجاح، ونجاح ونجاح هذه الفرقة هو من نجاح المسرح، ونجاح يعني اللي غادي يشرفنا كفنانين قاطبة، يعني كنقول قاطبة معناتها يشرف كل الفنانين الجزائريين.